سمير صبحي اللي دايما منورنا. حبيبي بنورك والله بنورك. طبعا انت ايه رايك في المكان اولا؟ المكان جميل وبعيد. لا حليم هو انت اتسوحت برضه؟ لا هو حليم بصراحه يعني مختار مكان لذيذ جدا، يعني المكان عجبني جدا 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 بصراحه. انت تقول ايه لحليم وامل النهارده؟ ألف 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 مليون مبروك، ربنا يكرمهم ويسعدهم، الاتنين بيحبوا بعض بجد، ربنا يرزقهم بالذرية الصالحة، ربنا يجعل حياتهم كلها سعيدة وعبال كل أصحابنا كده وعبالي. حاجة مهمة جدا والله، أنا مواصفات فتاة أحلامي حاجة منها يعني مهمة جدا، لازم يبقى صوتها حلو وبتغني. ثانك يو. انت امتى تخرج الخطوه دي؟ ناوي على امتى؟ ان شاء الله خير، يعني ده نصيب، يعني انت يعني اكيد زي اي حد ممكن ارتبط ما يحصلش نصيب بتاع، يعني اكيد ربنا رايد في مره هتيجي حد زي ما بيقولوا كده هتشيل كل الكومبارسات من حياتك. وهتلخم في الافلام وتنسى الموضوع المهم. من ناحيه ايه بالظبط؟ ممكن تتلخم في الافلام وتنسى الجواز والارتباط خالص خالص، يعني لا في ناس كتير ما اتجوزتش لغايه دلوقتي وماشيه حلو قوي، لسه مثلا دلوقتي ممكن كام سنه تخطط ل 40 سنه وما اتجوزش. هو الفكره مش في الجواز او مثلا مش حياتي مش متوقفه على الزواج، يعني هو الزواج بيجي لك خلال، يعني انت ما تدورش عليه، انت بتكمل حياتك بشكل طبيعي جدا وهو يعني ربنا هيبعت لك نصيبك. انت بتفنش دلوقتي فيلم هدر اتفاق؟ خلاص ان شاء الله، يعني فاضل اخر يومين تصوير باذن الله، يعني فاينلي بنتكلم في نهاية الشهر أول الشهر الجاي التريلر الرسمي إن شاء الله، وسينما سينما إن شاء الله. خلاص خلصنا كل الحاجة والفيلم دخل غرفة صناعة سينما، فاضل شوية المصاريف بقى المعروفة بالنسبة للمنتجين والشركات المنتجة. سمير صبحي يقول ايه للمخرجين الكبار؟ يعني في مخرج على اعتاب السينمات جاي يقول لهم ايه؟ لا يعني بالعكس، انا بفضل اتعلم والله، يعني حتى الناس اللي معايا بحب دايما اخد براي كل الناس، انا ما اقولش يعني انا معايا في الفيلم استاذ عصام الوريس، يعني انا كلمته بقول له انا بحبك جدا وانا تابعت اعمالك سواء الاسطوره او زنزانه سبعه او البرنس، وعارف قد ايه انت شخص بروفيشنال وتعاملت مع منتجين كبار ومخرجين كبار، فان انت بتشتغل معايا دلوقتي وانا بشتغل معاك دي حاجه تشرفني جدا، وبالعكس يعني ربنا يكرم الجميع. ألف مبروك سمير وألف مبروك إن شاء الله، نبارك لك على الجواز قريب. الله يبارك فيك، عبالك بقى. أنا متجوز والله العظيم. طب أنا آسف.